حبايبي جريد 8، كل سنة وانتم طيبين يا رب، واسمع عندكم خبر كويس ونرجع لبعضينا تاني. واشرح تاني وتسمعوا تاني، فعلا وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله اسمع عنكم كل خير. انا المرة اللي فاتت اخر حاجة اتكلمنا فيها على نظام الدولة الإسلامية من حيث الحكم والإدارة وازاي شفنا فيها ان الدولة الإسلامية كانت دولة منضبطة جدا وقوية جدا، الحكم فيها من حيث تقسيمها الولايات او ازاي من الاول خالص. كل دوت انعكس بشكل مباشر وغير مباشر على اهم حاجة واكتر حاجة مفيدة بالنسبة لنا، الدرس التاني اللي اسمه النظام الاقتصادي والاجتماعي. اول نبتدي هنبتدي بالنظام الاقتصادي، وده يعتبر اهم حاجة والركيزة الاساسية اللي كانوا بيهتموا بيها قوي المسلمين والخلفاء اللي كانوا موجودين او اللي كانوا الولاة اللي كانوا حاكمين الدولة الاسلامية، وده كان بيختلف من والي للتاني لكن احنا ندرسه بصفة عامة. اهتموا بحاجتين اتنين مهمين جدا، ودول اللي هم اساس الحياة الاقتصادية. اول حاجة حاجة اسمها انشاء بيت المال، تاني حاجة حاجة اسمها الاهتمام بالانشطة الاقتصادية. ايه بقى بيت المال وايه قصة بيت المال دي بقى؟ اول حاجة ندرسها اللي هو بيت المال. مين بيت المال؟ بيت المال دوت لو تفتكروا اللي كان عمله اول ما بدأ يقولوا يا بيت مال، كان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. عمل الدولة الإسلامية كانت كبرت قوي، إيراداتها عالية قوي، مصروفاتها عالية قوي، فبالتالي كل حاجة فيها وسعت وتضخمت جدا، فكان لازم يعمل نظام اقتصادي يشوف منه الفلوس اللي داخلة والفلوس اللي خارجة، أنا هصرفها إزاي وأنا هجيبها إزاي. فعمل حاجة اسمها بيت المال، اختص بيها بإيرادات الدولة الإسلامية وإنفاق الدولة الإسلامية. يعني أول حاجة ندرسها الإيرادات. إيه هي إيرادات الدولة الإسلامية؟ يعني بيت المال ده الفلوس اللي انا هصرفها على المسلمين دول في كل الشؤون الاقتصادية دي هجيب فلوسها منين؟ اول حاجة هجيب منها حاجة اسمها الزكاة. الزكاة دوت ركن من اركان الاسلام، كان فرض ضروري جدا على كل المسلمين ان هم يعملوا، بس مش اي مسلم، لا هو فرض الزكاة دي على المسلم القادر، كل مسلم قادر لازم يكون ليه جزء من الزكاة. وطبعا النسبة دي مش ثابتة، كل واحد على حسب مقدرته، كل واحد على حسب امكانياته بيدفع الجزء المخصص ليه من الزكاة، مش كلهم طبعا بيدفعوا بنفس الايه الرقم. تاني حاجة عندي حاجة اسمها الجزية. ايه الجزية دي بقى؟ دي كان بيصرف منها او بياخد من المسلمين والمسيحيين، المسيحيين سوري واليهود، دول كانوا موجودين في الدولة الإسلامية عادي وكان ليهم كل حقوقهم الطبيعية جدا زيهم زي المسلمين في كل حاجة، في البيع وفي الشراء وفي الإقامة ومعابدهم أو كنائسهم كل حاجة، بس مقابل الحماية دي كلها كانوا بيدفعوا فلوس حاجة اسمها الجزية لبيت المال. وده كان كل المسيحيين واليهود؟ لا طبعا، برضو سبحان الله من سماحة الدين الإسلامي إن هم كانوا بيعفوا منهم حاجة اسمها الرهبان، بيعفوا عن الأطفال والنساء والغير قادرين، دول كلهم كانوا ما بيدفعوش في إيه؟ في نظام الجزية، لكن القادرين منه بيدفعوا وبرضه بنسب على حسب مقدرتهم، ده مقابل إيه؟ مقابل حمايتهم، لأن لما كانت الدولة الإسلامية بتزيد وكان كل ما يحصل فتوحات جديدة على الدولة الإسلامية، عمر ما المسلمين فرضوا على الغير المسلمين الديانة الإسلامية، لا خالص. اللي حابب فيكو يدخل الدين الإسلامي ماشي، اللي حابب إن هو يفضل مسيحي أو يهودي ماشي، بس بيدفع حاجة اسمها الجزية. نيجي نتكلم عن حاجة اسمها الإيه بقى؟ الركاز. إيه هي الركاز دي بقى؟ دي ضريبة يعني الناس بتدفعها على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن، كل ما يخرج من باطن الأرض اللي اسمها معادن، زي أهدي الجزية دي. مالها الركاز دي بقى؟ ايه اللي بيدفعها ومين اللي بيعملها؟ دول ليها علاقة بباطن الأرض، أي حاجة طالعة من الأرض سواء كان ذهب، فضة، نحاس، أي حاجة من دول كان بيدفع عليها ضريبة، برضو تدخل في بيت المال. عندي حاجة اسمها الخراج. ايه الخراج دي بقى؟ دي ضريبة كانت بتفرض على ما تنتجه الأرض الزراعية، يعني واحد فلاح طلع أرض زراعية عنده طلعت محصول بيدفع ضريبة، لكن ده برضو على حسب جودة الأرض وعلى حسب قيمة المحصول اللي بيطلعه، يعني برضو مش ضريبة ثابتة، كل واحد على حسب الايه اللي بيطلعه. العشور. ايه العشور دي بقى؟ دي ضريبة كانت مهمة جدا لان كان المسلمين ما بيسيبوش ثغرة من بيت المال الا لما كانوا بيجمعوها. العشور دي كانت ضريبة بتفرض على البضائع اللي جاية بس من غير المسلمين، يعني ناس غير مسلمة دخلت عندنا جوه الدولة الاسلامية تبيع وتشتري او هتعدي من اراضينا، طالما عدت من الاراضي او باعت واشترت بتدفع حاجة اسمها العشور. اخر ضريبة عندي حاجة اسمها الغنيمة. ايه الغنيمة دي بقى؟
دي اللي كانوا بياخدوها المسلمين نتيجة مكاسبهم من فتوحاتهم. زي فاكرين لما كنا بنقول غزوة أحد، إيه اللي حصل في غزوة أحد؟ كان الرماة كانوا على الجبل من فوق بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان قائد في الوقت دوت، فقال لهم أيا كان الموقف إياكوا تنزلوا فين؟ تحت، انتوا زي مكانكوا ثابت لحد ما تاخدوا الأمر مني اللي هو القائد. إلا إنهم لما انتصروا جدا والكفار مشوا طمعوا في الغنائم، فاكرين لفظ الغنائم دي؟ أهي دي الغنائم، الحاجات اللي بناخدوها منهم، فنزلوا سابوا أماكنهم ونزلوا، ده اللي خلى الكفار تاني يرجعوا لهم من ورا الجبل ويدخلوا لهم، وده انتهت بهزيمة مين؟ المسلمين في غزوة أحد بعد انتصارهم بسبب حاجة اسمها إيه؟ الغنيمة. معنى كده إن إيرادات بيت المال بتيجي من 6 حاجات: الزكاة دي على المسلمين، الجزية على المسيحيين، الركاز على ما يخرج من باطن الأرض، الخراج اللي على الأراضي الزراعية، العشور اللي جاية من الغير المسلمين التجار، الغنيمة نتيجة الأرباح اللي هم أو المكاسب اللي نتيجة الفتوحات. بيصرفوها فين؟ يعني أنا دلوقتي جبت مال بيت المال ولميت جزء كبير جدا في فلوس كتيرة جدا، صرفتها على مين؟ مصروفات بيت مال المسلمين. أول حاجة وتهمني الفقراء والمساكين وذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ايه الفقراء والمساكين؟ فاكرين لما قلنا ان الزكاة بتاخد من الأغنياء أو القادرين؟ طب والغير القادرين؟ لا، ده أنا بديهم، أنا باخد من الغني عشان أدي الفقير، فبديهم ده من خلال رعاية صحية، تعليم، اهتمام بيهم. تاني حاجة رواتب العاملين بالدولة، الناس اللي شغالة في الدولة، الناس دي هتجيب فلوسها منين؟ أنا هجيب فلوس منين؟ أنا هجيب من بيت المال هخصص راتب ليهم. الجيش والأسطول، احنا عملنا جيش إسلامي قوي جدا، عملنا منه فتوحات، عملنا أسطول بحري قوي جدا في أيام عثمان بن عفان وكملنا فيما بعد. طب احنا هنعمل ده ازاي؟ احنا هندافع عن الدولة الإسلامية دي ازاي؟ الجيش ده ياخد فلوسه ازاي؟ طيب بالنسبة للناس الشهداء اللي هم ماتوا اوريدي خلاص، أسرتهم هتجيب فلوسهم منين؟ فده يعتبر من مصروفات بيت المال. هعمل مؤسسات تعليمية وصحية زي مساجد. مش المفروض ان المسجد بني ادمين اللي هيبنوه، ده الدولة اللي هتبنيه. طب الدولة هتجيب فلوسه منين؟ برضه من بيت المال. هعمل كتاتيب، كتاتيب دي اماكن كانت مخصصة لتعليم القرآن وتعليم الدين الاسلامي، وفي بعض الكتاتيب كمان كانت خاصة باللغة العربية، خصوصا ان هم كانوا مصرين جدا على تعليم اللغة العربية وحفظها للمسلمين العرب او الغير العرب. جامعات، مدارس، مستشفيات، انشاء مؤسسات زراعية وصناعية وتجارية، كل ده عملوه ببيت المال. فكل الفلوس دي كل ما بتزيد كمية الإيرادات كل ما بيكون مصروفاتنا على كل دول أفضل، فبالتالي النتيجة بتكون أفضل. في تطور وتقدم طبعا، احنا كان لنا شأن قوي جدا 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 الدولة الإسلامية على مستوى العالم. أمال أنا بتعامل إزاي؟ يعني أنا بقول للفلاح اللي جاي من الأرض الزراعية اديني من المحصول، أو المعادن اديني من المعدن، أو أنت على أي أساس؟ لا، كانت في حاجة اسمها نقود. ايه النقود دي بقى؟ فاكرين النقود؟ كان في العلماء، كان في ساعتها حاجه من اتنين في النقود في الدوله الاسلاميه، يا اما كان في دينار بيزنطي وده كان من الذهب، يا اما كان في درهم فارسي وده كان من الفضه. احنا كنا مضطرين نتعامل مع الناس دي يا اما بالذهب يا اما مع البيزنطيين يا اما بالفضه مع الفرس. فالحاله دي طبعا فضلت فتره لحد ما جه عبد الملك بن مروان. فاكرين ولما جينا قلنا عبد الملك بن مروان ضرب العمله الاسلاميه ازاي؟ مش ضرب عملة، عمل عملة للمسلمين خاصة بيهم. اشمعنى البيزنطيين ليهم عملة والفرس ليهم عمرة؟ احنا كمان عملنا لنا عملة اسلامية، عمل الشهادتين عليها واسم الخليفة على العملة. الانشطة الاقتصادية، كلمة نشاط اقتصادي يعني زراعة، صناعة، تجارة. طب انا دلوقتي اهتميت بكل الكلام اللطيف ده وطلعت فلوس حلوه قوي والدنيا ظريفه وبتاع، طبعا على اساس هاخد زراعه اللي هي الناس دي هتجيب فلوس منين اصلا؟ عن طريق النشاط الاقتصادي. كل ما النشاط الاقتصادي بيزيد كل ما فلوس بتاعه بيت المال بتزيد، كل ما الانفاق او الايرادات بتاعتنا والمصروفات كمان بتزيد، بيزيد من التقبل. اول حاجه في الانشطه الاقتصاديه عندي الزراعه، اهتموا بالزراعه جدا جدا، وده لكذا سبب. اولا لاتساع المساحه، الدوله الاسلاميه بدات تكبر جدا جدا جدا، فبالتالي كل ما الدوله الاسلاميه تكبر كل ما يكون فيها الايه؟ الاهتمام بالزراعه يزداد فيها. زي عملوا ايه بقى؟ شقوا قنوات ترع، عملوا جسور، عملوا استصلاح اراضي زراعيه جديده. طب ده خدمهم جدا وزادت المساحه جدا جدا جدا، وزادت من جوده الاراضي الزراعيه وزادت من انتاجها. بلس كل دوت احنا كان عندنا تنوع في المناخ، فكل ما كان التنوع في المناخ كل ما المحاصيل الزراعيه كمان مالها
بتختلف، يعني الأرض الزراعية بقت جيدة، الإنتاج بقى جيد كمان متنوع. تاني حاجة عندي الصناعة، اشتهروا بالصناعة جدا، خصوصا بقى ما شابه الخط العربي والفن الإسلامي في الرسم والزخرفة والكلام ده، عملوا صناعات كتير جدا، صناعات فخارية، عملوا أواني فخارية، عملوا صناعات معدنية زي الأواني والأسلحة وأدوات الزينة، خشبية، عملوا أبواب وأساس. كلمة أساس دي اللي هي العفش اللي احنا قاعدين عليه، اللي هو الكرسي والترابيزة والسرير والكلام ده، عملوه بأنواع مختلفة واشتهروا بيه جدا واحترفوا فيه جدا. صناعات غذائية، عملوا عصير الزيوت وتجفيف فواكه وتجفيف خضروات. صناعات الزجاج، كانوا بيستعمل من الرمال البيضاء، فاكرين احنا اتكلمنا في قبل كده في الحضارة الفرعونية، هم كانوا واخدينها من اول الحضارة الفرعونية، الا انهم طوروها وجددوها وارتقوا بيها جدا وبدأوا كمان يسوقوا لها. الصناعات الكيميائية، عملوا صناعة العطور والصابون، ودي برضو من ايام الحضارة الفرعونية بس هم زودوا عليها برضو. الصناعات الجلدية زي الوسائد والسيور، صناعة المنسوجات زي المصنوعات القطنية والحريرية. بدماغك كده، أنشطة اقتصادية، زراعة، صناعة، تجارة. حلو. طب الزراعة تطورت جدا والمحاصيل زادت وزادت كفاءتها وجودتها. الصناعة تطورت جدا 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 واختلفت أنواعها وأشكالها وبقى ليها طابع إسلامي خاص. أثر على التجارة جدا، ازدهرت التجارة جدا 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 في حياة الدولة الإسلامية، وتقدمت الزراعة بسبب تقدم الزراعة والصناعة، بسبب إنشاء أسواق وخانات وأساطيل، إصلاح طرق تجارية. أكتر حاجة كانت مؤثرة جدا في التجارة التجار. التجار المسلمين كانوا مشهورين جدا 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 بالصدق والأمانة، لدرجة إن من كتر تعاملاتهم مع بعضهم ومع الدول الخارجية دخل جزء كبير جدا وناس كتيرة جدا في الإسلام بسبب التجار. التجار من كتر نزاهتهم، من كتر امانتهم، من كتر صدقهم، واللي تعرف عنهم ايه ده انت تاجر مسلم، يبقى انت بضاعتك كويسه عشان وعشان ايه ده، هي دي اخلاق المسلمين، طب انا عايز ادخل زيكم، انا عايز اعمل زيكم. ساعد التجاره من كتر جوده الانتاج الزراعي وجوده الانتاج الصناعي والامانه اللي كانوا متصفوا بيها التجار الى دخول عدد كبير جدا من الغير المسلمين في إسلام. عشان كده كان في نوعين من التجارة، التجارة الداخلية ودي عبارة عن حركة بيع وشراء داخل الدولة الإسلامية وبين ولاياتها، كلهم داخل الدولة الإسلامية. في خارجية، طبعا، ودي اللي بيقول لكم ساعدت على ناس كتيرة قوي إنها تدخل في الإسلام. دي الأنشطة الاقتصادية. في مشاكل، احنا كده اتفقنا على الفلوس جبناها منين، صرفناها في ايه، ساعدت على التقدم، ازدهرت على مستوى العالم وبقالنا مكانة اقتصادية، طبعا. تاني حاجة عندي حاجة اسمها الحياة الاجتماعية. ايه الحياة الاجتماعية دي؟ انا عندي في الحياة الاجتماعية دول كانوا ثلاث حاجات بالظبط، ثلاث انواع عندي، ناس اسمهم العرب، ناس اسمهم الموالي، ناس اسمهم اهل الذمة. مين دول؟ الحياة الاجتماعية كانت عندي الناس او المجتمع، حياة اجتماعية يعني ناس، يعني المجتمع. المجتمع عندي في الدولة الاسلامية كان بينقسم لثلاث حاجات، اولهم العرب وهم اصل الدولة الاسلامية، اصل الدولة اللي هم العرب اللي كانوا ساكنين اصلا في الدولة الاسلامية، اللي هم سبحان الله ربنا اختارهم بحملة الرسالة وان هم اللي هينشروها وان هم هيتعلموا اصل اللغة العربية وان هم كل الكلام ده. دول مين؟ العرب. مين الموالي؟ خدناها قبل كده. الموالي دول المسلمين اللي دخلوا الاسلام من غير ما يبقوا هم تبع العرب، يعني هم مش اصلهم عربي لكن دخلوا الاسلام بقى اسمهم مسلمين، صح، خلاص، لكن ما هماش اصلهم عربي. زي عندي ثلاث شخصيات كده مشهورين قوي، واحد اسمه صهيب الرومي، ممكن تكون ما سمعتش عنه، واحد اسمه بلال الحبشي، بلال الحبشي ده انت اكيد سمعت عنه، بلال مؤذن الرسول، ده مش عربي، يعني مش من اصل العرب اصلا. وفي سلمان الفارسي، واحد كان صهيب الرومي، بالمناسبة صهيب الرومي ده ما اسموش صهيب، صهيب ده كنية عن ان كلمة صهيب دي من كتر حمار الوجه، يعني كان وجهه صهب قوي او صهيب مش عارفة كده، اللي هو من كتر الحمار قوي بتاع وجهه قوي قوي، اللي هو الناس البيضة قوي اللي بقى وشها محمر قوي، ده اسمه صهيب. والرومي عشان خاطر ده كان من الروم، ليه قصة مشهورة قوي. صهيب الرومي دوت كان جاي من الروم معدم، فقير جدا جدا جدا، لدرجة انه كان جاي لابس خيش، ما كانش لابس زيهم زي سكان قريشي يعني والناس العرب يعني، الا انه في فتره وجيزه قوي اشتغل بالتجاره واشتغل بمهن كتيره قوي، الا انه اصبح من اثرياء قريش وبقت الدنيا معاه كويسه جدا وبقى له اسمه ووضعه وحياه من كتر ما هو امين
وتاجر شاطر وكل الحاجات الظريفة جدا فيه. جه أسلم وعرف إن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة راح المدينة، فقرر إنه يسافر مع الرسول ويهاجر هو كمان المدينة. فراح لقريش قال لهم أنا ههاجر، يعني أنا محتاج إن أنا أروح معاهم. قالوا له لا لا خلاص، أنت جاي لنا بخيش معدم، يوم ما تهاجر مع الرسول بتاعك تهاجر بالإيه؟ بالخيش بتاعك. وافق جدا وقال لهم فلوسي في المكان الفلاني، خدوها كلها أنا مش محتاجها خالص، أنا خلاص اعتنقت الإسلام وأنا هبقى مع المسلمين وأنا ههاجر مع الرسول. وفين الخيش اللي انتوا بتقولوا عليه؟ اوكي انا هلبس الخيش دوت. وهو فعلا اقر ولبس الخيش دوت وبدا يسافر ويهاجر الى المدينه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان عارف القصه دي كلها قبل ما صهيب يوصل له. مجرد ما شافه صهيب وكان فرحان جدا بالرسول، بقى ان انا يعني لحقت بيك في الهجره، اول ما شافه قال له ايه؟ ربحت البيعه، يعني كسبت، انت اشتريت بالغالي، انت اشتريت الافضل، انت اشتريت الاحسن. ده مين ده؟ صهيب الرومي، واحد من المسلمين ولكن ده من الموالي. يعني ايه موالي؟ مسلم لكن من غير اصل العرب. بلال الحبشي تمام. عندنا سلمان الفارسي. اهل الذمه دول اللي هم اليهود والنصارى. من اليهود والنصارى؟ دول الناس اللي هم كانوا فضلوا على ديانتهم من غير ما يدخلوا الاسلام. الاسلام لما كان بيدخل مدينه جديده ما كانش بيعمل خالص اجبار لاي حد انه يدخل الدين الاسلامي. تعليم الدين الاسلامي وسماحه الدين الاسلامي بتقول واحد اتنين تلاته، لو انتوا حابين تدخلوا ماشي، انتوا حابين على دينتكم ماشي، الا ان في ناس ما رضيتش تدخل الدين الاسلامي وفضلت على دينها اللي هم مين؟ اليهود والنصارى، دول اللي اسمهم اهل الذمه. يبقى انا عندي المجتمع تلاته، العرب اصل الدوله الاسلاميه، الموالي المسلمين اللي دخلوا بس هم مش من اصل عربي، اهل الذمه اللي هم يهود ونصارى اللي ظلوا على دينهم بعد الفتح الايه؟ الاسلامي. المرأة في الإسلام. فاكرين المرأة زمان لما كنا بنقول الوقت البنات واللي حصل وكانوا يدفنوها حية، يعني يحتفظوا بأول بنت، الأم تنجب بنت خلاص تاني بنت تدفن حية. الوضع ده اختلف جدا، دوها مكانة عالية جدا، دوها كافة حقوقها من أول إبداء الرأي، من أول التعليم، من أول العمل، من أول حق التملك، من حقها جدا إنها تتملك أي حاجة في أي وقت، يعني حاجتها طالما ورثها، طالما حاجة بتخصها. والدليل على كده السيدة خديجة كانت من التجار وكان ليها قيمة عالية جدا، السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت ليها وضع، السيدة عائشة كان ليها وضع، السيدة أم عطية الأنصارية كان ليها وضع، كل دول كان ليهم وضع في الحياة الإسلامية. وبكده أكون خلصت الحياة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمين بقى؟ بالدولة الإسلامية. وأقابلكم تاني إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين. جود باي.